نعمل كفر عشان ندخل جوه. كل الورق اتولع وكنا جايبين تلفزيون اتكسر ولا خدوه، واخد بالك؟ كنا جايبين كمبيوتر كسروه كده. كنا واقفين ورا كليه دعوه، لان طبعا ما نقدرش نستخدم الناس الشرطه، هم طلعوا في الاول يعني هم عملوا ظاهره وطلعوا قطعوا الطريق، فقفلت الشرطه الجيش الطريق. تمام، ما اعرفش، انا لسه بكلم اللي هو عماد بقول له، هو ما بيقول لي ما بيردش عليا.